الحقيقة عندنا موضوع تاني لا يقل أهمية، يعني الكل بيشتكي من البرد، ولسه ليندا كانت بتقول لنا إن يعني في تقلبات جوية جاية خلال يعني الغد تحديدا، والأحوال الجوية بقالها فترة بتشهد حالة من الاستقرار، والجو أصبح الشتاء المعتاد في يعني أمر يعني اعتاد عليه كل المصريين، لكن سمعنا أن مصر هتتعرض لظاهرة الأخدود العلوي وده هيأثر على حالة الجو. خلونا نفهم إيه هي الظاهرة دي ويعني إيه الأخدود العلوي وتفاصيلها من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذ احمد واستاذ جمانة وكل الساده المشاهدين. اهلا بك. اهلا بحضرتك دكتور. في البدايه انتوا يعني في تصريحات وتحذيرات جايه من يعني هيئه الارصاد الجويه تحديدا بتقلبات في الطقس بدايه من غدا، وهتستمر اعتقد حتى يوم السبت او الحد، صحيح؟ بالفعل يا فندم، احنا بقى لنا اكتر من 72 ساعه بنحذر وبنوه ان احنا ان شاء الله من مساء غدا الجمعه ان شاء الله بعد الظهر كده ومن ساعات المساء هتستمر الحد ده الساعات الاولى من صباح يوم الحد، هنشهد حاله من عدم الاستقرار في الاحوال طيب الجويه. حاله عدم الاستقرار دي مرتبطه بظاهره الاخدود العلوي، صح؟ ايه هو الاخدود العلوي بقى؟ طب هنشرح دلوقتي. هو بالظبط هي ظاهره الاخدود العلوي هي المسبب للحاله الجويه. احنا دايما بنقول في حالات عدم الاستقرار ان احنا بنتاثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الارض. طبعا لما يكون عندي امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ده بيسمى الاخدود العلوي، فده مرادف لامتداد لمنخفض الجوي في طبقات الجو العليا. دايما احنا في حالات عدم الاستقرار بنتاثر بامتداد المنخفض الجوي على في طبقات الجو العليا وفي سطح الارض. فاللي في طبقات الجو العليا بيطلق عليه الاخدود، هو اللي بيسبب حاله من حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه اللي دايما بنشهدها في فصل الشتاء. يبقى عندي امتداد لمنخفض في طبقات الجو العليا ومنخفض على سطح الارض، وده اللي هنشهده ان شاء الله يوم الجمعه من مساء يوم الجمعه وهيستمر حتى ساعات الصباح يوم الاحد حاله من عدم الاستقرار. ايه بقى اللي هيحصل؟ هنشوف ايه يا دكتور منار من الجمعه لغايه يوم الاثنين بسبب هذا الاخدود العلوي؟ بالضبط هنبدا نلاحظ طبعا سقوط امطار، الامطار دي هتكون متفاوته الشده على سواحلنا الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، محافظات شمال وجنوب الصعيد، مدن القناه. الامطار دي قد كمان تكون رعديه احيانا وتصل لحد السيول على بعض المناطق اللي موجوده في سيناء، بعض المناطق اللي موجوده في محافظه البحر الاحمر. يعني الامطار هتختلف من محافظه لمحافظه من منطقه للثانيه، وهتكون طبعا على مدار ال 48 ساعه بشكل متقطع. يعني احنا بنقول دايما في المناطق اللي موجوده في سيناء ومحافظه البحر الاحمر نتيجه الطبيعه الجبليه والجغرافيه في المناطق دي ده اللي بيؤدي لتشكل وتكون السيول، فطبعا ممكن ده يؤدي لاغلاق بعض الطرق في المناطق اللي موجوده في سيناء او محافظه البحر الاحمر، فهنخلي بالنا من النقطه دي جدا. كمان هيكون في انخفاض في درجات الحراره، يمكن ذروه الحاله الجويه هتكون يوم السبت، احنا بنقول من مساء الجمعه لحد الاحد الذروه هتكون السبت، هيكون في انخفاض في درجات الحراره عن القيم اللي احنا بنسجلها خلال هذه الايام بحوالي 3 لـ4 درجات. يعني احنا متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون ما بين ال 16 وال 17 درجه. يعني ده يعني يمكن دكتور منار ده بيفكرنا بغالبا من اسبوعين او من 3 اسابيع كان في انخفاض في درجه الحراره كبير، هيبقى نفس يعني هيبقى مشابه للاسبوع للوضع اللي كنا فيه مثلا من اسبوعين؟ لا خالص، ده يمكن درجات الحراره دي يعني احنا اقل من اللي احنا بنسجلها خلال هذه الايام بـ3 درجات. احنا اللي كنا شاهدناها من اسبوعين او 3 وصلت فيها العظمى على القاهره الكبرى 11 درجه مئويه، فكان انخفاض ملحوظ، لكن الحمد لله الانخفاض هنا مش هيكون ملحوظ بالشكل الكبير، هتبقى 17 درجه على القاهره الكبرى. هيكون في نشاط للرياح، هو ده اللي هيزود احساسنا شويه بانخفاض درجات الحراره وبروده الطقس، يعني خليني احس 17 دي اكنها كده 15 او 14 درجه مئويه. لا. بس الحمد لله هي المده قصيره جدا، يعني 48 ساعه يمكن الانخفاض هنلاحظه يوم السبت فقط، ونعود تاني من يوم الاحد والاثنين للحاله من الاستقرار. المده قصيره صحيح يا دكتور منار، لكن يمكن في سؤال شاغل بال الكثيرين بقى على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا، ليه دايما تغيرات المناخ دي بتحصل في الويك اند جمعه وسبت؟ يعني الناس ما بتعرفش تستمتع بهذه الاجازه تحديدا. يعني
هي دي التوزيعات الضغطية، يعني احنا طبعا مش بنختارها، بس دي التوزيعات الضغطية هي اللي بتتحكم في حالات عدم الاستقرار ان هي تكون يوم ايه بالظبط، لكن ده مش تحكم فينا طبعا يعني اكيد طبعا. لكن احنا بس هننصح السادة المواطنين اللي عاوز يخرج دايما هننبه ان احنا نلتزم بارتداء الملابس الشتوية على الاقل لانتهاء فصل الشتاء اللي هينتهي في 20 مارس باذن الله، نرتدي الملابس الشتويه خلال فتره النهار وخلال فتره الليل، لان احنا في فتره تقلبات جويه فيها حالات عدم استقرار وحالات من الاستقرار في اختلاف في درجات الحراره حتى في اليوم الواحد بين فتره النهار وفتره الليل، فاحنا مستمرين في ارتداء الملابس الشتويه. الساده قائدي المركبات والمسافرين على الطرق توخي الحذر والقياده بهدوء تام مع وجود سقوط الامطار طبعا. وكمان الساده المواطنين نبتعد تماما عن اعمده الاناره، اكشاك الكهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه، وان شاء الله يعني الحاله الجويه تمر بسلام على الجميع وما يحصلش منها اي اضرار، ونتابع النشرات الجويه بصفه يوميه وبصفه يعني دوريه، لان احنا دايما قبل اي حاله عدم استقرار بننوه عنها بوقت كافي، وكمان ما تفاجئش بالظروف الجويه المختلفه خارج البيت. الحقيقه يا فندم يعني هي دقه التسجيل والرصد للحاله الجويه يعني خلينا نقول الناس كلها بتشهد بيها، وبقى عندنا دايما ثقه في النشره الجويه اللي بتصدر طبعا من قبل حضراتكم. بشكرك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، وبناكد يا جماعه ناخد بالنا من الجمعه للاثنين يبقى في تقلبات جويه، الجو هيبقى برد، هيبقى في نشاط للرياح، في امطار، نتقل وما نخففش، هو من جمعه للاثنين وبعيدا بقى عن موضوع الويك اند. معلش لا وقالت ممكن نخرج يعني دكتور منار قالت ممكن نخرج بس نلتزم ب يعني ارتداء الملابس الشتويه. المصريين بيخرجوا في كل احوالهم انا بحب النزول في الشتاء بصراحه يعني، فناخد بالنا بس طيب على